صعب عليك تتخيل انك تبقى ست ولا صعب تتخيل عشت؟ تمرين للشفايف. هو مين يا مصطفى؟ ريحه بقه وحشه. انا مستحرمه ابوسه. طمن عليك يا اخويا، ما تيجي تحت البيت. لازم تعرف ان الموت قريب. كل حاجه وانت اغلى من الغل. كان نفسي احب الحب اللي في الروايه. يا عادة لو اتجوزنا هنقتل بعض. انت نسيت ولا ايه؟ انت هتولدي هنا. حسين عبد السلام مين اللي معايا ولا مش حسين عبد السلام مين؟ مين عصام الشوالي؟ قلتوا مين ده؟ والله العظيم ثلاثة، انا مش دكتور. انا هزق انت. ده كلام فارغ. عايزين نخلص من حد اذانا كلنا. انت اسمي في التحقيق يا راجل. انا مش هسكت. القانون ما بيحميش غير اللي ليه ظهره بس.